الكبير بديها غير زعيم ولا كريم ولا مرضي الوالدين. فرا الزعيم وفرا الكريم وفرا مرضي الوالدين. قولوا لنا شي حاجه ولا ما بغيتوش تقولوا لنا والله هنيتونا. ها هو رقم واحد كسميتك اخويا. تا نور الدين. ها واحد كدير واحد نور الدين. زوج رقم زوج. الاخت كسميتك فاطمه الزهراء. الثالث ثلاثه الاخت اللي فوق كسميتك كتبت ثلاثه امينه اربعه اللي فوق اللي واقف سميتك مصطفى الخامس الاخير ها هو ها هو كسميتك عمر. يلا اخويا بدي اخويا. اذا المدخل الرقم واحد مرضي. وارجو ان شاء الله تبارك وتعالى الى كان المدخل المتدخل الاول قال الشيء اللي غادي يقولوا الثاني قلنا صافي وما تبقاوش منين تنوضوا نشكروا ونشكروا ما كاناش نقولوا روحوا ديري خذ ديري. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أولا بداية نشكر الأستاذ طالب موضوع قيم وموضوع الساعة يعني اليوم يعني الحروب التي قائمة اليوم هي ما من أجل إلا من أجل الحرية ومن أجل الحوار ومن أجل المناظرة ومن أجل استرداد الحقوق في الجو الذي يسود فيه العنف الذي يسود فيه التطرف الذي يسود فيه الانحراف. والشيخ القاضي ذكرني بقول لمصطفى الصادق الرابعي يعني يقول فيها ان كنت تحبس من يناظر فليس في عقلك الا شيء اسمه الجدار وان كنت تشنق من يحاور فليس في عقلك الا شيء اسمه الحبل وان كنت تقتل من يحاور فليس في عقلك الا شيء اسمه الحديد وان كنت تناقش وتقتنع وتناظر فذلك هو العقل الذي اسمه العقل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله المدخل رقم جوج فاطمة الزهراء. الله يجازيكم بخير اللي دخل يوقف باش يشوف الدار المرسل. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم. المدخل على شكل هل يجوز شرعا ان نقول ان الطالب اذا توفي اثناء مواجهته داخل الجامعه مترتبه عن العنف شهيدا هل يعتبر شهيدا؟ مداخلة رقم ثلاثة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي أنا باعتباري تقريبا شبان يعني كبيرة عجوزة. مرحبا بك. وقدمت واحد النصيحة إلى كل من للطلبة. الله سبحانه وتعالى قال وقت سبتي مشيت وهذه المسيرة بالعلم راه يعني الإنسان يحدد يعني كل واحد فيكم راه محدد شنو باغي فين باغي ويناضوا من اجل هذا. ونصيحه اخرى هو الطيبون اي راه جبتيني ما ضربتش ليا فليكون راه كيهم بزاف على القرايه من الاحسن يدير الواحد وقت محدد اللي يشوفه والباقي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد بن عبد الله يعني اسك الصلوات تحية علمية فكرية أزفها إليكم إخواني الطلبة من داخل منظمتنا العديدة منظمة التجديد الطلابي فمرحبا بكم. سي الشيخ النهاري بارك الله فيك على إلقائك لهذه المحاضرة القيمة فالشكر موصول لك وشكر عالي جدا. أنا عندي استفسار في هذه المسألة بحكم أن عنوان بحثي في سلك الإجازة هو يصب في هذا المنحى مفهوم الإرهاب وعلاقته بالإسلام ووجهة القانون في فهمه القانون المغربي نموذجا. إذا استقرأنا الفهم القانوني للإرهاب والعنف بالخصوص نجد أن القانون وخصوص القانون المغربي يفهم العنف ولا سواء من داخل الجامعة ولا من سواء من خارج الجامعة والإرهاب عامة يفهمه بفهم مغلوط. أستاذي السؤال هنا هل هذا الفهم هو مقصود أم هو مقصود يعني عمدا وأن الإسلام له فكر يعني هو كفكرة قوية ويخلق لهم بعض من الزعزعة للأمن الدولة يعني هل هذا هو المشكل أم المشكل هناك فهم مغلوط للعنف والإرهاب وجزاكم الله خير.
واسمه هو الفهم، واسمه الفهم، واسمه هو الفهم اللي كيسود ان شاء الله تعالى الفهم القانوني للارهاب. انا ارى بنظري الشخصي ان القانون وخاصه القانون المغربي يفهم الارهاب والعنف بصوره مغلوطه، واسمه هو ويخصص الارهاب بالخصوص يخصه دائما بالاسلام. ايوه صافي، نعم صافي صافي، نعم نعم صافي فهمت. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا موصول للاستاذ عبد الله النهاري على المحاضره. يعني سؤال يعني لا يتعلق يعني بالموضوع، هو يعني ما يسمى بالتسويق الشبكي. التسويق الشبكي يعني واحد الظاهره منتشره وخاصه لدى يعني طلبه جامعات، يعني ما حكم الشرع في هذه المساله؟ ومن جهه اخرى يعني نقطه اخرى كما ذكر الاستاذ بان على الحركات الاسلاميه يعني تسعى من اجل مصلحه الوطن ومن اجل الدين الاسلامي، لكن مع الاسف الشديد حتى هذه يعني المصائب الاسلاميه بين قوسين هي ايضا تسعى الى هذه الامور لمصلحه شخصيه. شكرا للطالب الكريم. ولتذكير الطلبه الكرام في نهايه المحاضره غادي ننتظروا الاستاذ عبد الله النهاري يخرج الاول ونخرجوا مجموعين. غير باش ما يخرج الاستاذ الاول وديك الساعه نخرجوا وراه مجموعين الله يجازيكم بخير. إذن أترك الوقت للأستاذ فاضل في حدود ثلث ساعة حركتك يجاوبنا على هذه الأسئلة الله يجازيه بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى على تفاعلكم. قالت الأخت في توجيهها إن شاء الله تبارك وتعالى الإنسان يختلف عن باقي الكائنات والمسلم يختلف عن باقي البشر، يختلف عن باقي البشر في المرجعية، فمرجعيته الوحي، يتلقى الوحي من السماء، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. وهو أيضا يختلف معه في الغاية، غايته وجه الله والدار الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخزون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في سورة الشورى، من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذا أنت مسلم عندك وحي تأتمر بأمره، تعبد يرسل ربي، وغايتك هي وجه الله، والمنهج هو المنهج هو الإسلام الوسطي، هو الإسلام الوسطي. ولما كنت أنت من النخبة في المسلمين الذي يعتمد على مصدر الوحي ويبتغي وجه الله ويسير على الصراط المستقيم، فعليك يا أخي أن تتحمل أمانة هذا البلد، أن لا تكون كما قالت الأخت أن بعض الحركات الإسلامية حتى قضية النظام في الجامعة يريدون به أن ينصروا ذاتهم وحركتهم. لا خير في مسلم يعمل فقط لذاته، الله تعالى لن يقبل حركتك إذا لم يكن يراد بها وجه الله. من كان يريد كما قال سيدي ربي سبحانه وتعالى، يقول سيدي ربي سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، فليكن عمله عملا صالحا ولا يشرك به أبدا. ولذلك أنا كنقول شيء بعض الحركات كاين، بعض الحركات من هذه الحركات من تحمل هم الدعوة والإسلام، ومن الحركات من يحملها الإسلام والدعوة، ثقل على الحركات الإسلامية اللي تحمل الأجهد هي التي تنصر مشروع الإسلامي تحررا فكرا ثقافة مرجعية غاية سياسة اقتصادا نقابة معاملة لوجه الله، تريد وجه الله. أما الحركة الإسلامية التي تتبنى ما يتبناه المسلم لكن يكون ذلك فقط لكي تخدم ذاتها، هذه والعياذ بالله من الأمراض الخطيرة. يكفيك الحال واحد لقيت شي حركات إسلامية منين يكونوا زوج ولا ثلاثة في الجامعة، تبغي واحد الحركة الإسلامية دير واحد الأعمال تنصروا به مثلا الحركة الفلسطينية،
تجي الحركة الأخرى كتقول لها ما دام هذا العمل ما جاش على يدي أنسفه، مسلم ينسف عمل مسلم. أعوذ بالله، أعوذ ذات الأنانية. أنا أش كتقولي لك كنت مسلم؟ إذا قيض الله من ينصر الإسلام من الماء ما يهمنيش انتماءه. أنا هنا كان واحد ينصر الإسلام كما دار أدعو له وأحبه وأنصره وأساعده، وإن لم أستطع مساعدته أدعو له وأفرح بعمله، لأن المقصود الذي يعمل من أجله تحقق على أيدي آخر. ما يهمنيش أنا يتحقق، المهم يتحقق. أما باش يتحقق على يدي أنا ولا ما تحققش عليه وبعد الطوفان، هذه ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا ربي تستر، من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء فالنار النار النار النار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عليكم يا إخواني يا طلبة في الجامعة أن تمثلوا حقيقة الطالب المسلم الملتزم الداعية طالب العلم، فأنت أول مسلم، فلنرى أثر الالتزام بالإسلام في حياتك، في معاملاتك، في حلك وترحالك، فلنرى أثر التزامك أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى في عباداتك، ثم فلنرى أيضا زين أثرك في دعوة الناس إلى الله إلى الإسلام بسلوكك بحالك بأقوالك بأفعالك. فحال رجل زين في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. حال واحد إذا كنت ملتزم تؤثر في الكثيرين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: معلم النفس أحق بالإجلال من معلم الغير، لأن من علم نفسه وألزمها بطاعة الله كان داعية أراد أم لم يرد، لأنه يدعو إلى الله بلسان الحال، والدعوة بلسان الحال أبلغ. والثالثة، طالب علم أنت، هيئ الأجواء في الجامعة لطلب العلم. لماذا تحولها إلى مكان للحروب ولتصفية الحسابات؟ ومشي الحسابات ديالك أنت، يا ريت لو كنت تقاتل من أجلك، من أجل شي ناس باش يركبوا عليك. والله إلا حشومة، يعني الطلبة هما النخبة المفكرة الواعية، ساعة يحصل يجي واحد ما قاري والو زرق زرق ويجي يستعمل القاريين ويشعل لهم باش هو يطلع له القراط. حشومة يعني. والرابعة أنت راك إن شاء الله يا وزير، لا بد لك من نقابات، ولا بد لك من مجلس الطلبة، ولا بد لك من انتخابات. إيوا قدموا الأصلح، قدموا الأصلح، تنافسوا في الخير، وليكن ملفكم المطلب من أولى الأولويات. وأول مطالب الطلبة هو أن يوفر لهم الجو الهادئ للتعليم، ويجيبوا لهم الأساتذة الإكفاء. السؤال فقهي، هل يعتبر من سقط بسبب العنف في الجامعة شهيد؟ أم أنت أنا مشي ابن عبد البر، مشيت للفقه، السمع الواقف. سئل رسول الله هذا السؤال، جاء صحابي إلى رسول الله فقال: الرجل يقاتل رياء، الرجل يقاتل سمعة، الرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فأعرض النبي عن كل هذه المقاصد الدنيوية الترابية الساقطة التي لا ينظر الله إليها، ويرفع الجهاد أعلى أعلى أعلى، يرفع إلى قيمة العليا. من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، الإسلام، نصرة الإسلام، نصرة دين الإسلام. إذا سقط الإنسان في هذه المعركة فهو إن شاء الله شهيد. ونقدر نقوله شهيد ولا ما نقدرش نقوله شهيد؟ وخا سقط وهو يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، نقدر نقوله شهيد ولا ما نقدرش نقوله شهيد؟ ونقدر نقوله شهيد ولا ما نقدرش نقوله؟ بعينه نقدر نقوله شهيد؟ إلا من أخبر النبي أنه شهيد. سيد الشهداء حمزة، عمرو بن جموح في الجنة، فوافا. أما من غيره نقدر نقول هذا شهيد؟ امرأة بكت بين يدي رجل استشهد، يا كسر معروف، واحد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلف لهم الدواب وكذا، وجاءه سهم طائش زيد فقتل. فقال له كعب بن عجرة: هنيئا لك الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لتشتعل في قبره نارا. هذا مش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي:
كم من قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وفي الحديث الصحيح عن شفي بن ماتع الأصبحي عن أبي هريرة أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم الذي قاتل في سبيل الله فقتل فيأتيه ثم يقول الله له بعد أن يعرفه نعمة الشجاعة التي أكرمه الله بها: ماذا فعلت بها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتل. قال: كذبت، إنما كنت تقاتل لكي يقال فلان شجاع وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى نير جهنم فيكون أول من تسعر به النار يوم جهنم. ما تقدرش تقول فلان وانسدر بشكون هو الشهيد. شكون هو الشهيد؟ علمه عند الله. خلونا من هذا الخلاف القول الدقو، وش هذا شهيد؟ سيدي الشهداء العنف مظلومين، هذا تقتل هنا هذا تقتل هنا مظلومين. اما الشهاده نتاع سيدي ربي خلوها سيدي ربي هو يعطيها لمن ما بغى، يعطيها لمن يستحقها. انا ما عنديش روحي في بلاصه استغفر الله ونبقى نوزع، هذه ماشي ديالي، هذه ماشي ديالي. فهمت الوقت ولا ما فهمتوش؟ هاي وصل. قال لك سيدي السي مصطفى، قال لك الفهم القانوني والارهاب وكذا ومنا، ودائما يربط الارهاب بالاسلام. هذه من اكبر المطبات الفكريه التي عملت دهاليز الثقافة والسياسة هناك في الغرب من أجل أن تنشر عبر إعلامها فكرة واحدة حول الإرهاب، وهي اسمه الإرهاب، الإرهاب يرتبط بالإسلام. قال جورج بوش بعد مسرحية إسقاط البرجين 11 سبتمبر 2001، قال اسمه قال اسمه قال: سنشن الحرب الصليبية الثالثة. وقالوا بعد زلت لسان وقال: سنحارب الإرهاب وسنكون أكبر تحالف ضد الإرهاب. ها؟ ونحن لا نريد من الدول العربية كلاما، نريد منهم أفعالا، واللي ما يديرش نخليه دار بابا. وحربنا إن شاء الله ضد الإرهاب واسمه هي متعددة الأبعاد، هي إعلامية ثقافية فكرية سياسية حربية عسكرية، وأخطرها الإعلامية والثقافية وربط الإسلام بالإرهاب ومقدمة هذا الغزو، لأنه لا يمكن أن تقنع الناس بشن حرب على بلد مسالم مسلمين ضعاف متخلفين. ما يمكنش تقتلهم غير هكذا. واش حنا مشينا عند أمريكان يجي من عليها؟ كاع المعارك فين راهم كاينين؟ روسيا كتقتل في سوريا، الشينوا تستعمل الفيتو ضد الدماء، أمريكا تقتل في العراق، الغرب كله يقتل هناك، الشيعة تقتل هناك، كل شيء يقتل تما. ليه حنا عمرو قتلنا شي حد في التاريخ نتاعنا؟ حنا عمرو هجمنا على شي حد؟ حنا نزقيو ونذبح ويقولوا لنا ما تزقيش أنتم إرهابيون. يا ودي حنا ماشي إرهابيين، حنا زعما أنتم مالكم أكون تذبحوا فينا. أسكت، خصنا نذبحوك وتسكت باش ما تكونش لكي نزيل عنك تهمة الإرهاب. إعلام كل شيء تكلم عليه إرهاب الإرهاب الإرهاب، حتى ولات مسلمة كل شيء الإعلام في العالم العربي الإرهاب الإسلامي. علاش هما ملي يديروا الإرهاب عمرو ما ربطوا الإرهاب بدينهم النصراني؟ علاش ما ربطوش باليهود؟ اليهود ضربونا بالفوسفور وحاصروا غزة وتعدونا عن مقدساتنا وأخرجونا من أراضينا وسمموا لنا الماء، والتلمود يقول اقتلوا الشجر والحجر والنعاج والبقر والكبار والصغار. وقال عفدي يوسف احد رهبان احد احبارهم قال لهم: العرب كالصراصير اقتلوهم وابناهم. احنا قالها شي عالم اسمه غيور، ما نقولوش هذاكم ارهابي، ما نقولوش ارهابي. ولذلك يقول تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وما هم براضون عنك. وقال تعالى في كتابه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. شوفوا القرآن كلام ربي اللي خلقنا وخلقهم، لا يزالون فعل مضارع يدل على استمرار الفعل إلى يوم القيامة حتى يردوكم عن دينكم. الحرب حرب عقدية